الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم توفيقا وسعادة، وأسأله أن ييسر لكم أموركم وأن يرفع درجاتكم وأن يغفر ذنوبكم وأن يجعلكم من أهل الجنان. وبعد، فهذا يوم جديد نتدارس فيه شيئا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بقراءة عدد من الأحاديث من كتاب الحج من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبعد، نستمع لشيء من هذه الأحاديث، فليتفضل القارئ بارك الله فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري: وعن عبد العزيز ابن رفيع قال: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ فقال: بمنى، وانظر حيث يصلي أمراؤك فصل. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. في هذا الحديث من الفوائد استحباب الذهاب في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم التروية هو اليوم الثامن، سمي بهذا الاسم لأن الحجيج يأتون بالمياه فيقومون بروي الماء إلى منى ليكفيهم في أيام منى. وفي هذا الحديث قال: فلقيت أنس، يعني أنس بن مالك، ذاهبا على حمار، فيه جواز ركوب الدابة في الذهاب إلى مناسك الحج. النبي صلى الله عليه وسلم حج على جمله، ففي هذا دلالة على أن ركوب الإنسان بين المشاعر خير من مشيه، لأنه إذا ركب حفظ قواه ليتمكن من أنواع الطاعات من ذكر ودعاء ورمي وطواف ونحو ذلك. وفي هذا الحديث بيان أن المشروع للحجيج أن يصلوا صلاة الظهر يوم التروية في منى، وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مقصورة بركعتين وبدون أن يجمع، وصلى العصر في وقتها. وقال هنا أنس: وانظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان مسجد الخيف اليوم، وكان الأمراء يختلفون في محل صلاتهم من منى من مكان إلى آخر. وفي هذا مشروعية يلاحظ الإنسان أمراء الحجيج فيما يتعلق بأداء النسك ليكون معهم، لما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام بتكثير الحجيج واجتماعهم. وقوله: فأين صلى العصر يوم النفر؟ يوم النفر هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر ذهب إلى المرمى فرمى بعد الزوال وقبل أن يصلي صلاة الظهر، فرمى ثم مباشرة خرج فجلس في الأبطح وبقي هناك إلى الفجر، وقبل الفجر ذهب إلى الحرم فطاف للوداع ثم ذهب إلى المدينة. وسمي بالأبطح
لكونه واد فيه البطحاء. ثم قال أنس: افعل كما يفعل أمراؤك، يعني أن الذهاب إلى الأبطح في اليوم الثالث عشر ليس من الأنساك، وإنما اختاره نبي الله صلى الله عليه وسلم لكونه أسهل لخروجه وأقرب إلى طريق المدينة. وفي هذا إضاءة التأكيد على أن يراعي الإنسان ما يوجه به ولاة الأمور في الحرمين الشريفين لإصلاح أحوال الناس واستقرارهم وعدم وجود التدافع والتزاحم فيما بينهم. وعن أم الفضل رضي الله عنها قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف على بعيره عشية يوم عرفة فشربه. قوله عن أمي الفضل قالت: شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن من المستقر عند أهل الإسلام فضيلة صوم يوم عرفة، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله في صوم يوم عرفة أن يكفر سنة ماضية وسنة آتية. ولذا وقع التردد بينهم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما يوم عرفة في حجة الوداع أو لا؟ فاختلف الناس في حال النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على رغبة الصحابة في معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقاشهم وحديثهم في تتبع أحواله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم هو صائم اعتبارا بما مضى من حاله، من كونه يكثر من الصيام، ومن كونه يختار صيام الأيام الفاضلة، ومن كونه كان يصوم في أسفاره. وقال آخرون ليس بصائم، ولعلهم علموا ذلك من رؤيتهم لشيء من فطره، فأرادت أن تتأكد أم الفضل من ذلك، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن. ففي هذا جواز إهداء المرأة للرجل الذي ليس من محارمها الهدية، فأم الفضل زوجة عم النبي صلى الله عليه وسلم وليس محرما لها، فأرسلت إليه بهذا الإناء الذي فيه اللبن. وفي الحديث مشروعية وضع الألبان في الأواني والأقداح، وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا شرب الإنسان وهو على بعيره، فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللبن وهو واقف على بعيره. وفي هذا من الفوائد أيضا وقوف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة على دابته، فإنه صلى الظهر والعصر وخطب قبل أن يدخل عرفة في وادي عرنة، ثم ركب ناقته ودخل عرفة، وبقي على ناقته في يوم عرفة لم ينزل منها يدعو الله ويذكره، وكان مضحيا محرما ولم يغطى بشيء حتى غربت الشمس. وفي هذا دلالة على أن الأفضل للحاج أن يكون مفطرا في يوم عرفة، ليكون ذلك أقوى له في الدعاء والذكر. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا
أن الإنسان يشتغل يوم عرفة بالذكر كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن مشتغلاً بنوم ولا بحديث ولا بغيره من الأفعال، وإنما فرغ نفسه طول وقت وقوفه بعرفة للذكر والدعاء. نعم. وعن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما ألا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنهما وأنا معه في عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج: أين هذا؟ فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح، إن كنت تريد السنة. قال: الآن هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ماء ثم أخرج. فنزل ابن عمر حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فسأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ قال سالم: فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف وهجر بالصلاة يوم عرفة. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الملك هو عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف، والحجاج هو الحجاج بن يوسف، وقد أرسله عبد الملك لمقاتلة ابن الزبير، فكان ابن الزبير في مكة وكان الحجاج في عرفة، وبالتالي كان الحجاج يحاصر ابن الزبير في مكة، فكان الحجاج هو من يتولى أمر الحجيج بعرفة. فأرسل عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف أن يقتدي بابن عمر، وابن عمر قد قدم من المدينة لأداء الحج كما ذكرنا بالأمس، فكتب عبد الملك إلى الحجاج أن يستمع لتوجيهات ابن عمر فيما يوجهه له في كيفية أداء النسك. فحينئذ قال الحجاج لابن عمر: أخبرني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وكانوا يقيمون خيامهم يوم عرفة خارج حدود عرفة، فإذا زالت الشمس ذهبوا فصلوا ثم دخلوا عرفة. فجاء ابن عمر قبيل زوال الشمس قبل الظهر بقليل، ويقول سالم ابن عبد الله بن عمر: جاء ابن عمر وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق أو فسطاط الحجاج، يعني خيامه الكبيرة، فقال: أين هذا؟ يقصد الحجاج، يريد منه أن يذهب إلى خطبة عرفة. فخرج الحجاج وعليه ملحفة معصفرة فيها العصفر، ويحتمل أن يكون غير محرم، وذلك لأنه لم يكن الحرم ومكة بأيديهم، فخشي أن يمنع من الطواف، فكان يقود الحجيج بدون أن يكون محرما. فقال الحجاج لعبد الله بن عمر: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ يعني لماذا ناديتني في هذا الوقت؟ فقال: أرشده ابن عمر إلى أن يخطب الخطبة، لأن ذلك هو وقت
النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرواح، يعني اذهب الآن لأداء خطبة عرفة إن كنت تريد السنة. قال الآن في هذه الساعة؟ قال نعم، كأنها وقت الحر الشديد. قال فأنظرني، يعني أخرني قليلا حتى أغتسل وأفيض على رأسي ماء ثم أخرج. فنزل ابن عمر ينتظره حتى خرج الحجاج، فخطب الناس وصلى ابن عمر خلفه. استدل الجمهور على هذا بمشروعية الصلاة خلف الفساق ووجوب طاعة أصحاب الولاية ولو كانوا كذلك، وأنه يحج مع الولاة مهما كان عندهم من المعاصي ولو كانوا يسفكون الدماء. قال سالم بن عبد الله فسار الحجاج بيني وبين أبي، فسأل الحجاج عبد الله ابن عمر كيف تصنع في الموقف يوم عرفة، أي ماذا نفعل في هذا اليوم؟ فقال سالم فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة، وفي هذا أن الأولى بالإنسان أن يختار اتباع السنة وأن يترك ما في رأسه من اجتهادات وآراء ولو كانت مخالفة للسنة. قال فأقصر الخطبة، وفي هذا استحباب كون خطبة عرفة قصيرة. قال وعجل الوقوف، أي بادر بالوقوف وهجر بالصلاة، أي بكر بصلاة الظهر والعصر لتؤديهما في أول وقتهما. فكان الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر كأنه يقول له هل هذا الكلام الذي صدر من سالم كلام صحيح؟ فلما رأى عبد الله بن عمر أن الحجاج يلتفت إليه قال ابن عمر صدق، أي صدق ابن عمر سالما فيما قاله من مشروعية قصر خطبة عرفة وتعجيل الوقوف والتبكير بالصلاة. وقال إنهم، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. وفي هذا مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وهذا يشمل جميع الحجيج حتى أهل مكة، إلا أن الفقهاء مع اتفاقهم على جمع صلاتي الظهر والعصر لأهل مكة في عرفة إلا أنهم اختلفوا في قصر الصلاة. فالجمهور يقولون بأن أهل مكة لا يقصرون الصلاة ويؤدونها تامة، لأن القصر لا يكون إلا عند السفر، وأهل مكة لم يسافروا. قال وكان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله، يعني في مزدلفة كان ابن عمر يرسل ضعفة أهله من النساء والصبيان ومن يكون معهم فيغادرون مزدلفة بليل. وقد قال بجواز الخروج من مزدلفة بعد منتصف الليل فقهاء الشافعية والحنابلة. قال فكان من شأنهم أن يقفوا عند المشعر الحرام، ومزدلفة كلها يصدق عليها اسم المشعر الحرام، وبعضهم خص الجبل الذي في وسط مزدلفة بهذا الاسم، ولكن المشهور عند أهل العلم تسمية جميع مزدلفة بالمشعر الحرام. والمشعر يعني مكان الشعيرة، والحرام لأنه داخل حدود الحرم، فيفرقون بين مزدلفة وعرفة، فعرفة مشعر حلال ومزدلفة مشعر حرام، فيفرقون بينهما. قال
فكانوا يذكرون الله في مزدلفة ما بدا لهم، ثم يرجعون يعني يخرجون من مزدلفة إلى منى قبل أن يخرج الإمام، وكان الإمام يصلي صلاة الفجر في أول وقتها في مزدلفة، ثم يذكر الله ويدعوه حتى تسفر جدا، ثم يذهب إلى منى. أما الضعفة فقد كانوا يخرجون بليل ويدفعون إلى منى بليل، فمنهم من كان يصل إلى جمرة العقبة بالليل فيرمون قبل الفجر، فدل هذا على أن وقت رمي جمرة العقبة يبتدئ من وقت إجازة ذهاب الضعفة من مزدلفة ويكون من منتصف الليل. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فهذا الحديث يشعر بأنهم كانوا يرمون قبل طلوع الشمس، مما يدل على إبطال قول من قال بأن رمي جمرة العقبة لا يكون إلا بعد طلوع الشمس. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمص، فما شأنه هاهنا؟ جبير بن مطعم من كبار الصحابة ممن تأخر إسلامهم، وأبوه مطعم بن عدي من كرماء العرب ووجهائهم، وقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان المطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنة، يعني أسرى بدر، لأطلقتهم له، مما يدل على مكانته مع أنه كان أو مات على الشرك. يقول جبير بن مطعم: أضللت بعيرا لي، يعني فقدته ولم أدري أين ذهب، فذهبت أطلبه يوم عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، وفي هذا دلالة على مشروعية أن يقف الحجيج بعرفة في اليوم التاسع، وهو ركن من أركان الحج. وكان أهل الجاهلية يقولون بأن أهل مكة في الحج لا يغادرون الحرم، وبالتالي يقفون في مزدلفة ولا يذهبون إلى عرفة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خالف هديه هدي المشركين، فذهب إلى عرفة فوقف فيها. ولذا قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، وقال: فأفيضوا من حيث أفاض الناس، لأن الناس يعني بقية قبائل العرب كانوا يذهبون إلى عرفة، وأما أهل مكة فلا يذهبون، فأمر أهل مكة بأن يذهبوا إلى عرفة كما يذهب بقية الناس. فلذلك أنكر جبير بن مطعم ما رآه من كون النبي صلى الله عليه وسلم يقف للحج بعرفة، مع أنه من أهل مكة من الحمص، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم على إرث إبراهيم عليه السلام، وخالف في ذلك طريقة المشركين. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يفيضون من جمع، وكانوا يسمون الحمص، وكان سائر العرب يقفون بعرفات، فلما جاء الإسلام دفعوا إلى عرفات، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات،
ثم يقف بها ثم يفيض منها، وأن هذه الآية نزلت في الحمص. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. نعم، في هذا أن قريش ومن سار على طريقتها من أهل مكة لا يذهبون إلى عرفة، لكونهم يقولون عرفة في الحل ونحن أهل الحرم، فأمر الله أهل مكة أن يماثلوا بقية الحجيج في الذهاب إلى عرفة، وأصبح الوقوف بعرفة ركنا من أركان الحج، لا يتم الحج إلا بها. قال: فكان أهل مكة من قريش ومن دان دينهم لا يذهبون إلى عرفة، وإذا وصلوا إلى مزدلفة وقفوا عندها، وهي التي تسمى جمع، وكانوا يفيضون إلى منى من جمع يعني من مزدلفة، ولا يذهبون إلى عرفة، وكانوا يسمون الحمص. وكان سائر العرب، بقية قبائل العرب، يذهبون إلى عرفة فيقفون بها. فلما جاء الإسلام أمروا جميعا بأن يذهبوا إلى عرفات بما فيهم أهل مكة، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها بعد غروب الشمس. وهذه الآية نزلت في هذا: ثم أفيضوا، يعني يا أهل مكة، من حيث أفاض الناس من بقية الحجيج، فتذهبوا إلى عرفات وتفيضوا منها لا من مزدلفة. وعن عروة قال: سئل أسامة رضي الله عنه وأنا جالس أسمع عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. لما ركب النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى مزدلفة من عرفة، أردف معه أسامة بن زيد، وفي هذا مشروعية الإرداف على الدابة وجوازه، وفيه أن الركوب في الحج أولى من المشي على الأقدام ليحفظ الإنسان قوته. وسئل أسامة عن الطريقة التي كان يسير عليها صلى الله عليه وسلم، هل كان مسرعا أو مبطئا، فقال: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين دفع، أي نفر من عرفة إلى مزدلفة؟ فقال أسامة: كان يسير العنق، وهو سير متوسط بين الإبطاء والإسراع، فإذا وجد فجوة يعني مكانا متسعا نص، أي أسرع قليلا ليغتنم ذلك المكان الفارغ. وفي هذا دلالة على أن بعض الحجيج كانوا يسيرون أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق من عرفة إلى مزدلفة، لكن في أول النفرة أول من نفر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الطريق قد يسبقه بعض الناس. ففي هذا بيان طريقة سير النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة، وفيه أن الإنسان قد يسرع في بعض المواطن إذا لم يكن ذلك شاقا على ناقته ولا يكون مرهقا له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوتا شديدا وجلبة وإسراع قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: إن البر ليس بالإيضاع، يعني الإسراع. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. ابن عباس كان مع جموع الحجيج الذين دفعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا جواز حج المميز، فإن ابن عباس لم يكن قد بلغ حينئذ، وفي هذا أن الناس يسيرون في دفعهم بعد الإمام. وقوله هنا: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً للإبل، كأنهم تعجلوا في مشيهم، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسيروا بسكينة، وفي هذا فضيلة السكينة عند سير الإنسان. وفي هذا أن السكينة في الذهاب إلى مواطن الطاعات مما يؤمر به شرعا، وفي هذا أنه تسكن نفس الإنسان عند أدائه لهذه الشعائر. وفي الحديث الاستفادة من الإشارة وأخذ الأحكام منها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الناس ليتركوا ما هم فيه من الزجر الشديد والضرب للإبل. وفي الحديث ما كان يحمله صلى الله عليه وسلم أثناء تنقله من صوت، فقد كان صوته معه. وفي الحديث أن الإنسان قد يظن أن الخير والطاعة في باب، ويكون الخير والطاعة في باب آخر، فقد ظنوا أن البر والأجر في الإسراع في السبق للوصول إلى مزدلفة، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن البر والأجر في ضده، وهو السكينة. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، ونسأله سبحانه أن يسعدكم وأن يوفقكم وأن يتولى شأنكم، كما نسأله جل وعلا لعموم المسلمين التوفيق لكل خير وسعادة الدنيا والآخرة، ونسأله جل وعلا لولاة أمرنا أن يوفقوا لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملهم على وفق الطاعة ورضا الرب جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.